الميجرمنت مين الشرط ان هو ان البول او الاوبجكت اللي انا بحركه سواء على جايد او على التايم لاين من غير جايد ان هو يمشي بسرعه واحده. في حاجه اسمها ايزنج. الايزنج ان واوت، يعني الايزنج ان واوت بيعمل حاجه بسيطه قوي ان هو بيزود سرعه الاوبجكت وهو بيتحرك. تعالوا نشوف ازاي الكلام ده بيحصل. لو انا عملت كليك هنا على اللاير دي، تمام، هبص في البروبرتي، تمام، ان انا هنا انا عندي توين، انا عندي موشن توين، اوكي، وفي ايز، وبعد كده بعد السهم في اوت، تمام. لو كليكيت على السهم هلاقي هلاقي ان انا بقدر اتحكم عن طريق الكيرسر ده ان واوت، هنا بالماينس وهنا بالبلس، تمام. يعني انا من عند الصفر اللي هي مفيش ايزنج خالص، تمام، هتست عشان اوريك سرعه واحده بيتحرك بيها، تمام. طيب لو انا نفس الايزنج ده خليته 55، تمام، هو خده اوت، خلي 55 اوت، اوكي. زي ما انت شايف الحركه بتبتدي بسرعه وبعد كده تبطا خالص. طيب هزود الاوت دي او السرعه اللي هي للاوت خليها 100%، اوكي. بقت ابطا تماما. طيب يعني النهايه هي الابطا. طيب يعني النهايه اللي هي الاوت. طب نخليها للان، شوف ايه اللي بيحصل. بطء وبعد كده سرعه، بطء وبعد كده سرعه، كده تمام. دي مساله الايزنج. نيجي مساله الايزنج دلوقتي ونبتدي نبص على حاجه تانية. اول حاجه اعملها ان انا هضيف لاير، تمام، وهلغي اللاير اللي تحت دي والغي اللاير اللي فوق كده. انا اللي عندي لا جايد ولا عندي بول ولا عندي حاجه خالص، وكمان التوين ده انا هشيله من اللايبرري هنا، هعمل له ديليت. دلوقتي انا عايز اوريك حاجه تانية، تمام، اللي هي اكتر حاجه انت هتعملها تقريبا ان انت هتانيميت تكست. عشان تانيميت تكست زي ما احنا شفنا قبل كده في الشيب تويننج، لما قلت لك اكتب اسمك واعمل له شيب تويننج وتغير اسمك من اسم لحاجه ثانيه، هنعمل نفس الحكايه دي عن طريق الموشن تويننج. بالحق لو انت عايز تمشي اسمك على جايد برضه ينفع تمشي اسمك على جايد، مش هتفرق كتير. لكن لو عايز تحرك كل حرف من اسمك بشكل مختلف، يعني يبتدي في نقطه وينتهي في نقطه وكلهم يتقابلوا مع بعض، هقول لك تاسك كويس تنفذه ان شاء الله بعد نهايه الشابتر ده، تعمله انت بنفسك. اللي هو الاتي، هنيجي هنا انا عندي فريم واحد هنا، اوكي، هكتب اسمي، اوكي، هغير الكولر خليه بلو سيلكت الاول، وبعد كده غير الكولر، او قبل ما تبتدي تكتب تغير الكولر، ونغير الفونت تايمز نيو رومان، تمام. زي ما احنا شايفين كده ان هو غير لنا الـ كل حاجه زي ما احنا عايزين، بس في الاخر ده اسمه تكست. لما بتكليك عليه في البروبرتي تحت بيبقى لك تكست. التكست انت ممكن تعمل له موشن تويننج، ان انا هاجي هنا عند اف 6 عند فريم 20 واكليك اف 6، تمام، ده هنا اعمل له دراج هنا، وده هنا اعمل له دراج هنا، تمام، ومش كده وبس، لا ده انا هعمل له ايزنج كمان، اعمل له موشن كلين، تمام، كليك هنا اعمل له ايزنج، تمام كده كويس. كنترول وانتر، اتحرك بسرعه ويبتدي يبطئ في الاخر. طيب اوكي، طب
طب لو انا جيت حركت هنا جيت عند الفريم ده وانا عايز اغير الاتش الاولانيه الكابيتال، كليك كليك هاخد الايه اغير دي الكابيتال شيفت تو اتش تمام سي واحد. بص التغيير فين من اول هنا جاري البليد، بص هنا مفيش حاجة، يعني هنا كمان مضطر ان انا اخش جوه دي تمام واروح معدل دي لإتش كبيرة عشان تبقى زي اللي بيحصل. لو هتلاحظ كده ان هو حط لي توين واحد وادي توين اتنين والاتنين الحاجة واحدة انا غيرتها مرتين. طب هو انا يعني عايز اعمل ايه بالظبط؟ خد بالك ان انت لو عملت الحاجة بتاعتك كتكست هتضطر تغيرها، لكن لو عملتها كشيب الموضوع تاني هيبقى مختلف خالص. طيب كليك هنا واعمل ريموف توين تمام، وكليك على اللير دي واعمل لها ريموف فريم تمام، وسلكت من هنا سلكت 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 ودراج، كليك واحدة ودراج وقول له ريموف فريمز. نرجع للاير واحد تاني كده، انا عندي هشام اللي هي التكست، هشيل التوين ده اوكي زي ما انت شايف ان هو التوين الثاني كنترول وزد اوكي معمول له توين رغم ان هو مش توين. هو جرافيك هعمل حاجة بسيطة قوي، انا دلوقتي عايز احرك كل حرف لوحده. اول حاجة هاجي على دول ادوس كنترول و بي كنترول و بي تاني تمام، ده احنا مش قسمناهم، احنا كل واحد بقى حرف لوحده تمام. لو انا عايز كل واحد من دول يبقى على لير اعمل ايه؟ اعمل كوبي واعمل لير تانية، يعني اجرب واحدة عشان نشوف ايه اللي هيحصل. هاخد دي اعملها كات تمام، واروح جاي ضايف لير واكليك على اول حاجة فيها واقول له كنترول وشيفت وفي عشان يلزقها لي في مكانها اوكي، بقت دي لير ودي لير. طيب لو انا عندي 500 حرف عايز اغيرهم ولا الكلمة أكبر من كده شوية هعمل إيه؟ لا كده مش صح، أوكي اللي أنا هعمله هو التالي، أنا همسك دول كده أعمل لهم سيلكت وأقول له من الرايت بوتن ديستريبيوت تو لاير. ديستريبيوت تو لاير هيعمل حاجة حلوة قوي، بص عمل إيه؟ أول حاجة فضلني اللير الاولانية اللي كنا فيها، وبعد كده خد اللير كل حرف حطه لي في لير لوحده تمام. دلوقتي انا كل لير من دول اقدر اعمل فيها اللي انا عايزه، وكمان هوريك حاجة تانية كنت قلت لك عليها الدرس اللي فات، ان انا هضيف فولدر وهمسح اللير دي تمام، وهاخد اللير دول او هدوس شيفت واسيلكتهم كلهم كده تمام، واعمل لهم دراج جوه الفولدر. لو انت ملاحظ كان مكانهم هنا اتغيروا ونطوا جوه هنا، فانا كده يبقى عندي فولدر جوه حاجتي تمام، واقدر اعمل فيهم ايه ابتدي اغير زي ما انا عايز. طيب التغيير هيتم ازاي؟ لما بتبقى عايز تغير على اكثر من لاير هقول لك طريقه ظريفه. تعالى هنا على فريم 30 تمام، وسلكت واعمل كليك تمام، وشيفت كليك 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 كليك، وبعد كده انسرت كي فريم. زي ما انت شايف السته مع بعض او الخمس حروف مع بعض، ست حروف مع بعض حط لي فيهم ايه؟ حط لي فيهم كي فريم. في الاولاني هو اللي هو
هنا زي هنا تمام. اوكي عشان ما لخبطش الدنيا تمام هعمل لوك لكله تمام، وهاجي على اتش بس اللي هي اول حرف هي بدايتها هنا ونهايتها هنا. انا عايز البدايه بتاعتها تبقى تحت تمام، وهي هنا فوق. اوكي كريت موشن توين زي ما انت شايف ادي راس ده نهايه ده. طيب لوك افتح اللي تحتها اللي هي الاي. الاي اول حاجه فيها فوق اول حاجه ده مكانها، وانا عايزها برده كلهم بينتهوا في نفس المكان اللي كانوا فيه، فانا ماليش دعوه بالفريم اللي عند 30، خليني شغال في الفريم اللي عند واحد. ادي واحده فوق تمام زي ما انت شايف انا بدراج، الثانيه بتتغير تمام. اعمل لها كريت موشن توين لوك اللي بعده دي الاس بقيت خالص هنا مكانها صح. ايه كريت موشن توين لوك افتح اللي بعدها عندنا الاتش الثانيه، الاتش دي هتبقى فين؟ تبقى في اي حته ثانيه خالص، هنا هيبقى في مكانها كلهم مع بعض. كريت موشن توين لوك افتح اللي بعدها كليك عليها عشان تعرف هي ايه. الاي بقيت خالص كريت موشن توين لوك افتح اللي بعدها الام الاخرانيه بديها اي حته. كريت موشن توين لوك دوس على الراس تحت عشان تقفله، ده اللي هيحصل. هادي عندك انيميشن اول لغاية في قطرة ثم ينهمروا. ادي انيميشن بيتحرك اهو على 6 لاير غير بعض تمام. هتست الموفي بتاعي كده، معقولة شوية كده عملنا حاجة. طيب جرب بقى في اللي انا عملته، حاول تعمل فولدر، حاول تسمي فولدر بالحاجة المرتبطة بيهم تمام. ارتجل اغلط صلح غلطك وتعلم، اشوفك الدرس الجاي.